مساكم الله بالخير من جديد، وراح ننطلق معاكم ونروح للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. راح يكون معانا فنان كبير، قامة خليجية فنية كبيرة، الفنان القدير عبد الله السدحان. مساك الله بالخير وحياك الله، وكل عام وانتم بخير. مساكم الله بالنور، وكل عام وانتم بألف خير، واخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدات، وينعاد عليكم بالافراح والمسرات. اليوم استاذ عبد الله انت عن بعد ومن خلال الاتصال المرئي، وكوبايه الماي ان شاء الله تكون موجوده عندك وخالصه. ان شاء الله كل شيء عندي باذن الله. بس قبل بدء بدينا نلخبط فيها، انا عندي جمله بقولها، احمد الله واشكره على سلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسلامة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. الله يحفظهم، الله يحفظهم، يعطيهم الصحة والعافية، ويتمون دائما على رؤوسنا. وأيضا من خلال برنامج ليالي الكويت نحب أن احنا نزف التهنئة لكل أهلنا في المملكة العربية السعودية بمناسبة طبعا العيد الكبير، وإن شاء الله يا رب أعيادنا دائما تكون بيمعتنا بوجودنا وبصحة وعافية يا رب، وبعيد عن كورونا يا رب. أستاذ عبد الله، يعني مسي عليك بالخير مرة ثانية، وكل عام حضرتك بخير. يمكن المشاعر مختلطة هالسنة ما بين فرحة العيد والحذر من هذا الفيروس وانتشاره، نبي نعرف شلون كان عيدك اليوم. الحمد لله كان العيد رائع وجميل، وهذا بفضل ربي، وثم بفضل الأبناء قاموا بالواجب وعملوا لنا عيد رائع وجميل. هذا كان العيد أمس ولله الحمد، وكان في المساء بالأصح، يعني لحرارة الجو حقيقة. نعم، شلون كان في تجمع؟ أعتقد أنه لا، مو ذاك التجمع، لا، أنا والأولاد والأحفاد تجمع خفيف يعني للأسرة، لكن الحمد لله كان جميل مثل ما قلت بفضل الله. ثم الأولاد ما قصروا، قاموا بالواجب من جميع النواحي، استمتعوا الأطفال والكبار وانا بعد. الحمد لله، الله يديمها عليكم ان شاء الله. يمكن استاذ عبد الله، يعني احنا استفدنا وايد دروس خلال هذه الفتره من هذا الفيروس، اللي يعني مع يعني ضيق الفتره او الوقت اللي كان فيه انتشاره جدا كبير، وكان فيه يمكن بعد الاجتماعات مع الاهل والابناء كنا متباعدين اجتماعيا، لكن في دروس تغيرت في الحياه، في اشياء تعلمناها. نبي نعرف شنو روتين اليوم اللي يعيشه اليوم الفنان الكبير عبد الله السدحان. والله الآن في الوقت الحالي روتيني الطبيعي، لكن في ظل قلة الأعمال والأشغال أصبح روتينك تقريبا شبه منزلي، وقضاء الحاجيات البيت أو المنزل أو المستلزمات الرئيسية. الحمد لله أنا مع أسرتي، وين ما أروح وين ما أجلس الحمد لله، يعني في متعة، في حوار، في نكتة حاضرة، في متابعة لكثير من الأعمال الأجنبية كأفلام أجنبية، متابعة الأفلام الشيقة. حقيقة رجعنا في هذه الفترة لمشاهدة ومتابعة أفلام تعتبر في نظر الآخرين أنها قديمة، إنتاج 2018 أو 2017 أو 2007 حتى، لكنها تحمل قيمة جميلة، قيمة فنية رائعة في الأداء وفي العطاء وفي الإنتاج. نعم، طيب أستاذ عبد الله، نبي نتكلم شوية عن توقف الحركة الفنية خلال الفترة الماضية. يمكن كثير من المسلسلات والأعمال توقفت، وكان من بينهم لك عمل بعنوان الديك الأزرق. نعم صحيح. شو اللي حصل عليه وش اللي اتفقتوا، ومتى راح تبدون ترجعون تشتغلون فيه؟ بإذن الله متى ما فتح الحظر، وهو الحظر الطيران الدولي، بحيث نشوف المناسب. هو الطاقم الفني يكون في الرياض، علما على حرارة الجو وقسوة الجو من الصعوبة التصوير خلال الأشهر هذه أو الشهرين القادمات، أو الذهاب إلى دولة مصر الشقيقة لتكملة التصوير، لأن لم يتبقى
إلا 25% من العمل يعني. مشاهد بسيطة بالإمكان إنجازها في دولة مصر أو في الرياض بإذن الله. لكن الآن ننتظر الطيران ونشوف ما هي الترتيبات اللازمة بحيث يا نروح كفنانين وممثلين سعوديين أو هم يجون. لكن طيب هل هو عمل مشترك بينكم وبين جمهورية مصر العربية؟ في مثلا نجوم من مصر مشاركين بالعمل؟ نعم، مجموعة من الأسماء، بيومي فؤاد وكذلك فيها أسماء أخرى. قد لا يحضرني كثير من الأسماء الآن خلال فترة التوقف، حتى نسيت بعض الزملاء اللي يشتغلون معي، لأن احنا توقفنا قبل رمضان بحوالي شهر تقريبا. لكن الحمد لله أن احنا في مسلسل كسر الظهر استطعنا أن نتجاوز فترة الحظر وأنجزنا العمل ولله الحمد. لكن في الديك الأزرق ما أسعفنا الوقت، لأنه المشاهد اللي كانت متبقية كانت فترة حظر شديدة جدا، وكانت فترة انتشار الوباء والجائحة، مما لا حتى نفسيا يعني بالإمكان في البعض من المنتجين أو البعض من الأعمال حاولوا أنهم ينجزون قبل رمضان، لكن انعكس الأداء، انعكست الصورة على السرعة، ويلا يلا نخلص، وعملية التصوير بطريقة مخفية ما حد يدري عنهم، وما نفسيا حتى الممثل وهو يؤدي بالخفاء ما هو صحيح يعني. إذا لم تكن مرتاح نفسيا ذيك اللحظة تقدر تؤدي. نعم أستاذ عبد الله، يعني على طاغي مسلسل كسرة الظهر، هذا المسلسل اللي كان على شاشة تلفزيون الكويت، شفنا فيه الفنان الكبير عبد الله السدحان من الأدوار الكوميدية للدور التراجيدي الجاد، فشون كانت ردة فعل الناس على هذا العمل الرمضاني؟ الحمد لله في رضا وفي قبول جيد، وخاصة أني أنا أديت شخصيتين فيه، اللي هي شخصية سالم الثري وشخصية بندر الرجل الشحاذ، اللي هو يحمل جسد سالم ولكن روحين مختلفات. صح. حتى أنا كنت أتذكر الأخوان سألوني لما كنت بقدم شخصية بندر، عفوا لو أطلت عليكم، قالوا وش الشخصية اللي بتقدمها، لأنه رجل كبير في السن، هم عارفيني أقدم في رجل كبير في السن، يا أبو مساعد يا أبو زنيب، من الشخصيات اللي قدمتها في أعمالي السابقة. فأنا سألتهم سؤال وحنا جالسين حقيقة، قلت لهم اللي بيقدم شخصية بندر، الشخص الشايب الكبير الشحاذ، هل هو عبد الله السدحان أم سالم الرجل الثري؟ صارت شوي قالوا لي سالم، إذا دعوا سالم هو اللي يؤدي الشخصية، انسوا عبد الله السدحان، لذلك طلعت شخصية بندر من سالم وليست من عبد الله السدحان. نعم. جميل جدا طريقة، يعني لما يجيك السيناريو تقعد تقرأ بينك وبين نفسك، ترسم الكاركتر بشكل خاص ولا تقعد تتناقش فيه مع المخرج والمؤلف؟ حقيقة أنا أرسم مع نفسي من خلال القراءة، ثم لا يمنع، وهذا أعتقد شيء وارد، أنه تناقش المخرج فيه. أنا ناقشت الأستاذ أبو يعقوب في شخصية سالم بندر، أعتقد أنه أنا عارف وش بسوي وبقدمها بالشكل، لأنه هي عجبهم شكل بندر من شافوا اللبس اللي أنا لبسته والإكسسوارات، النظارة والعصا أو والشراب، الله يعزكم مع النعول عزكم الله. الشكل العام أعطى إيحاء بندر حقيقة، يعني رجل يشحن. سالم والله تناقشت أنا ويعقوب أستاذ أحمد المقلف فيها، كنت أنا قلت أشيل دقن ولا خلي الدقن ولا أشيل كل شيء ولا كيف، أنا لأنه أنا بشوف هو الآن في الآونة الأخيرة أو في الوقت الحالي ألاحظ أن الغالبية سواء كانوا مسؤولين أو مواطنين شايلين الشنب والدقن وما فيه كله ذا، فأنا فكرت أني أنا أسوي هذه الشخصية، لكن حسينا أنها قد تكون تميل كشكل تميل للجانب الكوميدي، فاستبعدناها فقررنا نسويها بهذا الشكل. نعم، وصل حق المشاهد من أبو يعقوب بعد دور في الموضوع الأستاذ أحمد المقلة.
قواكم الله على هذا العمل. لكن استاذ عبد الله خلال هذه الفتره ومع جائحه كورونا قاعد نشوف عدد من القنوات الخليجيه العربيه قامت تعرض اعمال خالده، خاصه اعمال الخليجيه مثل درب الزلق، الاقدار، خالتي قماشه، طاش ما طاش. اذا بنعرف اليوم عوده هذه الاعمال برايك تغيرت نظره المشاهد للعمل الكوميدي؟ أنا لا أعرف هل هي تغيرت نظرة المشاهد، لكن تبقى في أعمال خالدة. يعني يكفي البارح كنا جالسين بعد انتهاء فعاليات العيد عندي في البيت أنا والأبناء، وفي بضيافة بعض الأقارب عيال أختي وكذا، شغلنا مقطعين هم شغلوا وأنا بس لأني سبق وشفت متابع. ردة الفعل كانت رائعة، شغلوا مقطعين لمسرحيتين حامد ديار ودقة الساعة. الله 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 يرحمه خالد النفيسي رحمة الله عليه، والفنان الجميل الرائع سعد الفرج وكذلك حامد ديار. فشفت في عيونهم مشاهدة جميلة لنا، أعمال ثقيلة وأعمال قوية صحيح. تختلف عما يقدم حاليا صحيح. دقة الساعة وحامد ديار وفي كذا، وانت قاعد مع عيالك وأحفادك وهم جيل مختلف أكيد عن الجيل اللي حضرتك نشأت فيه، أنت شفت هذه المسرحيات ومعاهم قاعد تشوفها من خلال منظورهم أهما لهذه القصص وهذه الروايات اللي كانت تعبر عن الماضي، وسبحان الله يعني من جودتها ما زالت تعبر عن الوقت اللي احنا عايشينه. شلون لقيت نظرة الجيل الجديد لهذه الأعمال؟ لا في إعجاب كثير، يعني هم حسوا فيها، هم افتقدوا كثير من هذه الأعمال حقيقة، لأنه ما يقدم حاليا تحت مسمى عمل كوميدي. للأسف الكوميديا ما هي سهلة، الكوميديا صعبة، صعب أنك تضحك المشاهد. المشاهد الآن أصبح في يده جهاز بسيط ويستطيع أن يشاهد ما يريد، سواء على مستوى التواصل الاجتماعي، سواء في سناب شات او في تيك توك او في تويتر او في الانستغرام واتسيفر يعني. لكن الان من اصعب الاعمال هي الاعمال الكوميديه، ما هي من السهوله ان تقدم عمل كوميدي. اللي حاصل انه الكثير من الزملاء او من الفنانين لا زالوا باقين على تاريخنا السابق، انه بالامكان انك تضحك المشاهد. المشاهد تجاوز بكثير، حتى لو نلاحظ على مستوى هوليوود كانت هناك كثير من الأعمال اللي تقدم أعمال كوميدية، بدءا من نيكد جان وما بعد وما بعد، وأفلام كثيرة كانت تقدم كانت كوميدية رائعة وجميلة. لكن الآن لو تلاحظ في فقر الأعمال الكوميدية حتى على مستوى الأعمال الأجنبية والعالمية. صحيح ما عدا كم عمل بسيط، لأن الكوميديا هي تعتمد على النص والموقف والممثل وإبداعه وقدرته على تجسيد الشخصية. ليست العملية أني أنا فنان كوميدي واثق من نفسي وأني أضحك المشاهد، أطلع على الشاشة وأقدر أضحك، هذا انتهى زمان وانتهى. إذا لم يكن هناك نص مكتوب وفي كوميديا الموقف الحقيقية وردة فعل من الممثل التي تتناسب مع الحدث، هنا نصنع الكوميديا الحقيقية. نعم أكيد، وهذه الكوميديا باقية بوجود حضرتك والفنانين أمثالك اللي أسعدونا على فترات طويلة. اليوم لقائنا كان معك سريع أستاذ عبد الله استدحان، بنقول لك مرة ثانية كل عام حضرتك بخير وأهلنا في المملكة العربية السعودية بخير. ممكن أشكر تلفزيون الكويت، تفضل. عنا جاني مقطع جميل بسيط اسمه الموسوعة العالمية، لقيتني أنا موجود فيه. أنا شكرا لتلفزيون الكويت، شكرا لوزير الإعلام، شكرا للقائمين على برامج هذه القناة، حقيقة ما قصروا معي. يعطيك ألف عافية أستاذ عبد الله، وحبينا أن نعيد معك في ثاني أيام العيد، وعسى الله يحفظكم أجمعين. شكرا شكرا جزيلا لكم، تحياتي لكم، حياك الله. ومكملين أكيد معاكم مشاهدينا، ومثل ما قلنا لحضراتكم السنة هذه أو السيزن هذا في ليالي الكويت كان مختلف بجميع المقاييس. احنا أكيد خلال فترة جائحة كورونا وأول ما ظهرت فريق البرنامج كله كان مستمر
تنفر أكيد. الله يعطيهم ألف عافية. الجنود المجهولين من فريقنا، كل من يعمل خلف الشاشة من فرق تصوير، إعداد، مونتاج، كل الشباب الله يعطيهم ألف صحة وعافية. كنا نطلع ونشتغل حتى بالويكند، وكانت طبعا حلقات استثنائية، وكانت تطلع يعني أخبار كثيرة نحب أن إحنا نعطيكم إياها من مصادرها. الملخص أكيد كان نعطيهم في هذه الأيام، الأيام اللي كنا نطلع فيها بالويكند، أيام اللي قلبنا المكان ديوانية صارت. صحيح. وديوانية صحيح. الحظر، يعني أيام يمكن مرت بذكريات. كنا ماشيين مع الطوارئ، كانت حلقات لا تنسى أكيد. فحبينا من خلال هذا التقرير نسلط الضوء شوية على الجنود اللي ما شفتوهم لكن شفتوا نتيجة عملهم عبر شاشة تلفزيون الكويت من خلال ليالي الكويت. خلينا نشوف معاكم.